نحتاج لتر حليب، غادي نقسمو على جوج. عندنا 4 المعالق ديال مايزينا، 2 معالق معامرينش ديال السكر، السكر على حساب الذوق. علاش غادي نديرو 2 ديال دانيل، 1 صفار ديال البيض، 1 معلقة ديال الفانيلا، ومعلقة الزبدة، وصفة ديال البيض. وعندي هاد الكوفليت، انا عندي الكوفليت هذاك الزوين، مهم على حسب اللي عندكم. انا شريتو باش نشرب به القهوة، قلت انا نصايب هاد الشهيوة. مهم، وهذا غادي نخليه باش نزينو به، ولا كريم من فوقه، مهم تزين حتى من بعد. وعندي 2 بنانات. بسم الله. الحاجه الاولى كنخدموا الكوفليت ديالنا، الكوفليت ديالنا راني طحنتو. الكاسرونه ديالنا راني ندير لتر حليب، غادي نعمل 4 المعالق ديال مايزينا، 2 معالق ديال السكر، انا ما عمرتهمش على حساب الذوق، 1 معلقة ديال فاني، 0 بيضة، بيضة ماشي ضرورية، تقدرو تستغناو عليها. غادي نخلطوها في البارد، كنخدم شويه هاد كنديرها في الماء. هاني درتها في النار، غادي نخدمو حتى تعقد الحليب ديالنا. الفنون ديالنا ولا التحلية ديالنا راه وجدات، متخليوهاش تقصح. غادي نطفي عليها، غادي ندير 1 معلقة ديال الزبدة، تذوب الزبدة، وغادي نقسم هاد الخليط على 2، هادي قسمته على 2، الخليط غادي ندير بانيت. غادي نديرو 2، لاكريم البيضة ديالنا غادي نخويها هي الأولى.
سي خويا هاد التحلية كتجي زوينة، ضروري جربوها. دابا غادي نخوي النص الاخر اللي فيه دانيت. راني درت البنان غادي ندير، راني خويت غادي ندير شويه ديال الشوكولا، اولا ديروا المكسرات اللي بغيتو اللي عندكم. هاد الشوكولا كتجي زوينه. الشوكولا اللي عندكم ديروها، ماشي بالضروري تكون هادي، اولا مكسرات اللي عندكم. دابا غادي نديروها في الثلاجه تبرد وعادك ان شاء الله نرجع معكم.